السلام عليكم، اهلا بيكم في اول درس من دروس سلسله اي سي جي فروم اي تو زد. هنتكلم النهارده على الكاردياك الكتريستي. كاردياك الكتريستي هو القلب بيطلع كهرباء؟ ايوه طبعا، ده مش القلب بس، القلب بيطلع كهرباء والعضلات بتطلع كهرباء والمخ بيطلع كهرباء. لذلك من هنا جاء ان في حاجه اسمها رسم مخ اي جي، وفي حاجه اسمها رسم عضلات اي ام جي، في حاجة اسمها رسم قلب اي سي جي اللي هو هنتكلم عليه. يعني ايه رسم قلب؟ الكترو كارديو جرام او الكترو كارديوجرافي، رسم كهرباء القلب. طب وهي كهربة القلب دي كهرباء بتتحس يعني ولا ايه بالظبط؟ لا طبعا، انا مش قصدي ان هي كهرباء هتصعقك يعني ولا حاجة، ولا هتكهربك برضو ولا حاجة، كنا بقى كلنا اتكهربنا وخلاص. ولكن قصدي انها كهرباء ضعيفة جدا، بتتقاس بالملي فولتس، تمام بالظبط زي الكهرباء اللي طالعة من البطاريات زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، البطاريات اللي بتتحط في الساعات وبتتحط في الأجهزة زي الريموت كنترولز. كلها بطارية، لو انت مسكتها بإيدك مش هتحس بكهرباء، ولكن هي بدليل ان فيها كهرباء لما بتحطها في الساعة بتشتغل، ولو حطيتها على جهاز حساس زي الجلفانوميتر هيقيس لك كمية الكهرباء اللي فيها. إذا دلوقتي اتفقنا إن القلب بيطلع كهرباء، لذلك اخترعوا جهاز رسم القلب. إذا إحنا دلوقتي بصدد رسم كهرباء القلب. طب إزاي إن كهربة القلب دي أنا برسمها؟ كهربة القلب بتتوصل للسيرفيس أوف ذا بودي عن طريق التيشو فلويد، هي موصل جيد للتيار الكهربي، وبتتوصل على السيرفيس أوف ذا بودي سواء على التشيست وول أو على الليمبس. وأنا بحط حاجات معينة هنقولها دلوقتي عشان ارسم هذه الكهرباء. طيب فكرة رسم الكهرباء يعني ايه؟ رسم الكهرباء يعني كأني بصور كهربة القلب، يعني كأني بقولك ان جهاز رسم القلب ده عبارة عن كاميرا، كاميرا بتصور كهربة القلب. ولكن الجهاز نفسه زي اللي احنا شايفينه في الصورة ده هو عبارة عن الكاميرا نفسها. الالكترودز هي دي الكاميرات، هي دي العدسات بتاع التصوير. اما الورقه اللي هتطلع عليها الصوره هي ورقه الاي سي جي، دي الصوره اهي وش بيضحك. يبقى الورقه اللي هتطلع عليها الصوره هي ورقه الاي سي جي. طب الصوره اللي هتطلع اصلا هي الاي سي جي ويفز، وانا اصلا بصور ايه؟ بصور كهربه القلب. طيب وضعيه هذه الالكترودز اللي هي زوايا التصوير، وكلمة زوايا التصوير في رسم القلب يعني معناها الاي سي جي ليدز. اذا آلة التصوير هي الاي سي جي ابريتس، ورقة التصوير هي الاي سي جي بيبر، كاميرات او عدسات التصوير اللي احنا شايفينها دي هي الاي سي جي الكترودز، زوايا التصوير هي وضعية هذه العدسات معناها الاي سي جي ليدز، الصورة نفسها اللي هتطلع هي صورة الكهرباء الـ ECG waves. وطبعا احنا هنتكلم في هذا الباب اللي هي الكاردياك الكتريستي على كل حاجة من دول. هنتكلم على الكهرباء يعني ايه الاول، كهرباء القلب، وبعدين هنتكلم على آلة التصوير، فكرة جهاز رسم القلب ازاي، وبعدين هنتكلم على ورقة التصوير على الـ ECG paper، وبعدين بنتكلم على الالكترودز والليدز، وبعدين هنتنقل ناخد الويفز النورمال والابنورمال بتاعتها اللي هتطلع لنا كل الدروس اللي جايه ان شاء الله. يلا بينا كده يا جماعه نشوف الصوره اللي هتطلع لنا، اللي اتفقنا ان جهاز رسم القلب عباره عن كاميرا وهيطلع لي صوره. طب الصوره بتاعت الكهرباء دي هتبقى شكلها ايه؟ هنشوفها، وكل الكلام ده كله هناخده في التفصيل وطلع ازاي وشكله ايه. يعني مش معناها ان الويفز دي هي دي شكل النورمال اللي قدامنا، احنا بس هناخد شويه مسميات. اولا ده عبارة عن التي ويف، البي ويف، دي البي ويف اول ويف في الاي سي جي تريسنج، دي البي ويف. بعدها عندي سيجمنت ايزو الكتريك اسمها بي ار سيجمنت اللي هي دي. بعد كده المسافة من بداية البي لحد الار اسمها بي ار انترفال. بعد كده عندنا الكيو ار اس كومبلكس اللي هو ده، وهناخد بعدين بيتكون من ايه وشكله ايه بالظبط.
بعد كده عندنا اس من هنا لحد هنا اس تي سيجمنت، بعد كده عندنا التي ويف، بعد كده تجي لنا التي بي سيجمنت، يعني التي لبداية البي تاني. في بقى المسافة من اول كيو ار اس لحد اخر التي اسمها الكيو تي انترفال. طب كل ويف من دي بتعبر عن ايه؟ اولا البي ويف بتعبر لنا عن الاتريال ديبولاريزيشن، الكيو ار اس والبي ار انترفال بتعبر عن الديلي في الايفي نود، الكيو ار اس بتعبر عن الفنتريكولار ديبولاريزيشن، اما الاس تي سيجمنت والتي ويف الاتنين مع بعض بيعبروا عن الفنتريكولار ريبولاريزيشن، مش التي بس لوحدها، لا الاتنين مع بعض، الاس تي سيجمنت والتي ويف الاتنين مع بعض بيعبروا عن الفنتريكولار ريبولاريزيشن. طب واحد هيقول لي الاتريال ريبولاريزيشن راح فين؟ الاتريال ريبولاريزيشن بيحصل في نفس الوقت بتاع الكيو ار اس كومبلكس، يعني في نفس الوقت بتاع الفنتريكولار ديبولاريزيشن، فعشان الكيو ار اس كومبلكس اكبر منه بيعمل له ماسكينج عليه وبيخبيه وما بيظهرش، تمام. ولو لاحظت ان البي ويف صغيره ولكن الكيو ار اس كومبلكس اكبر منها، ولو لاحظت ان الديوريشن بتاعت التي ويف بتبقى اكبر من الديوريشن بتاعت الكيو ار اس كومبلكس، كل الكلام ده مهم وهنفهم جه من ايه. يا جماعه القلب بيسود عليه قانون الغابه، زي ما احنا شايفين نظام الاسد والجماعه اللي قاعدين في الغابه، قانون البقاء للاقوى. ازاي تعامل القلب في حته ان الاس اي نود هي البيس ميكر بتاعه؟ ليه؟ لان الاس اي نود دي اعلى رزم، هي اكتر واحده بتضرب فيه، لو في حاجه سبقتها هتتحكم في القلب وتبقى هي البيس ميكر، ولو هي سرعتها قلت وبقت في حاجه طبعا سبقتها هتسبقها هتبقى هي البيس ميكر والاس اي نود هتتلغي. اذا هو نظام البقاء للاقوى، وفي نفس الوقت ده ضربنا مثلا على الاس اي نود والرزم، والرزم ده هندرسه بشكل كبير في موضوع الاريزمي. اما لو ضربنا مثلا على اللي احنا خدناه الرسمه اللي فاتت هنقول ان البقاء للاقوى ازاي، ان الويف الكبيره زي الكيو ار اس كومبلكس عشان هي كانت ويف كبيره حصل اتريال ريبولاريزيشن في نفس وقت الكيو ار اس، ظهرت لنا الكيو ار اس وما ظهرتش الاتريال ريبولاريزيشن. الجهاز يا جماعه ما بيقراش كل الالكتريستي، لو في اتنين جزئين في القلب حصل لهم ديبولاريزيشن او حصل لهم طلع منهم الكتريستي بس في نفس الوقت، الجهاز بيقرا المنطقه اللي فيها الكتريستي كبيره وبيطرح منها الجزء الصغير. ازاي؟ ان هو بيقرا الصميشن بتاعه الالكتريستي على بعضها، ما بيقراش كل جزء لوحده، هو بيصور نفس الحدث، يعني بيبص على كل القلب مره واحده ولكن بيشوف مجموع ومحصله هذه الكهرباء ماشيه في انهي اتجاه، والرسمه اللي جايه توضح لنا كده. لازم نعرف يا جماعه معلومه مهمه جدا، ان جهاز رسم القلب لما بيشوف او يقرا الكهرباء بيقرا المحصله بتاعه الكهرباء دي. ليه؟ لان في اجزاء كتيره من عضله القلب بيحصل لها بتطلع كهرباء او بيحصل لها ديبولاريزيشن في نفس الوقت، فالجهاز ما بيمسكش كل حته من دي ويشوف الكهرباء بتاعتها بالتفصيل، ولكن هو بيقرا المحصله بتاعه فروق الجهد بتاعه كل هذه الاماكن. الرسمه دي هتوضح لنا الكلام ده. القلب ده يا جماعه عباره عن كره مجوفه زي الرسمة اللي قدامنا دي، هنعتبر ان ده المايوكارديوم قدامنا، هنا ده الاندوكارديوم وده الابيكارديوم، الكهرباء بتنتشر في كل مكان من ناحية الاندوكارديوم للابيكارديوم بالطريقة دي كده. كل مكان داير ما يدور، وهنا برضو هنا هنا، فالجهاز لما بيجي يقرا حاجة زي دي بيقرا المحصلة. ازاي؟ لو جينا نبص للأسهم دي كلها الاتجاه العام بتاعها كده، لو
ان الاسهم دي طلعت قوه بمقدار 10، والاسهم اللي ورا دي الاتجاه العام بتاعها لورا طلعت قوه بمقدار 3. الجهاز هيقرا محصله هذه القوه كلها على اساس طبعا ان كل هذه الاسهم طالعه في نفس الوقت، وهيقراها وهيطلع لي قوه بمقدار 7، لانه قرا الاتجاه العام بتاعها اللي هو ده، ولكن الاتجاه اللي في المعاكس ده ضعف القوه دي شويه وخلاها 7. يعني الجهاز بيقرا محصله الكهرباء الجنرال دايركشن وما بيقراش الديتيلد دايركشن، والرسمه اللي جايه هتفهمنا المفهوم ده اكتر. هنبص الرسمه اللي قدامنا دي يا جماعه، شكل ايه اللي قدامنا ده؟ بيمثل ملعب كره قدم. حارس المرمى لما بيمسك الكوره، ممكن حارس المرمى يلعبها للاعب اللي في الجنب ده او اللي في الجنب ده او اللي في الجنب ده، وفي نفس الوقت يلعبها في الجنب ده والجنب ده والجنب ده. ولكن لو جينا نبص في الشكل بي، المتوسط في نهايه المباراه اتجاه الكوره بتكون منين؟ بتكون من الجون ده للجون ده. يعني ممكن نمثل كل الاتجاهات دي اختصرناها في سهم واحد ماشي من الجون ده للجون ده. هو ده مفهوم الجنرال دايركشن، وهو ده اللي الجهاز بيقراه، هو ده مفهوم كلمه اكسس، تمام. وكلمه فيكتور معناها هو السهم ده، يعني سهم ليه قوه، هو طول السهم وليه اتجاه، هو راس السهم اللي بتدل من اتجاهه من الجون ده للجون ده. والكلام ده كله هيتفسر بعدين اكتر ان شاء الله. دلوقتي هنتكلم على الاناتومي اوف ذا هارت. واقصد بالاناتومي بتاع الهارت ان احنا مش هناخده زي ما خدناه في التشريح، ولكن انا اقصد بيه هنا ان انا هتكلم على الريليشن اوف ايتس اوف ات اوف ايتش تشامبر اوف ذا هارت تو ايتش اذر. كل تشامبر اوف ذا هارت ايه الريليشن او وضعها بالنسبه للتشامبر اللي جنبها. اناتوميكالي انا بقسم الهارت لرايت هارت وليفت هارت، يعني ده التو اتريا، وعندنا هنا التو فينتريكلز اهم. ولكن دلوقتي انا بس الهارت الى، قسمته بخط اخضر الى ليفت هارت والى رايت هارت. دي تقسيمه يا جماعه اناتوميكال. طيب لو جينا بقى نرسم الهارت زي ما هو موجود في الطبيعه بالظبط، هنرسمه ازاي؟ بصوا يا جماعه، زي ما بيظهر حتى قدامنا نفس الصوره اللي بتظهر في الاكس راي. الموست انتيريور تشامبر اوف ذا هارت هو اللي انا برسمه ده، ده الرايت فينتريكل، ده الموست انتيريور تشامبر اوف ذا هارت. جنبه ناحيه اليمين بيبقى فيه الرايت اتريوم. هنكتب البيانات، ده الرايت اتريوم، ده الرايت اتريوم، ده الرايت فينتركل. بعد كده هنيجي نرسم اللي هو الليفت فينتركل اهو. الليفت فينتركل بالنسبه للرايت فينتركل بيبقى ناحيه اليمين، بيبقى ناحيه الشمال، وفي نفس الوقت هو تحت الرايت فينتركل، وفي نفس الوقت هو ورا الرايت فينتركل، تمام. هنفسر الكلام ده دلوقتي. نيجي للليفت اتريوم. الليفت اتريوم موجود فين؟ ليفت اتريوم هيظهر لنا هنا، بيبقى هو هنعمله بنقط لان هو الموست بوستيريور تشامبر اوف ذا هارت، وزي ما اتفقنا ده الليفت فينتريكل. هناخد دلوقتي يا جماعه الاتجاهات. انا عايز اقول كلمه الاول، كلمه فيكتور يعني ايه؟ كلمه فيكتور يعني متجه، سهم متجه في الفراغ. لو انا رسمت لك سهم كده في الفراغ، السهم ده بيبقى ليه كام اتجاه؟ لو احنا بنرسم على ورقه او على بورد زي ما احنا راسمين كده، السهم ده بيبقى ليه اتجاهين بس، ان السهم ده ماشي داونورد زي ما هو ماشي كده داونورد، وفي نفس الوقت رايح ناحيه الليفت. ولكن لو السهم ده موجود في الفراغ، السهم ده بيبقى ليه 3 اتجاهات. هل السهم ده ماشي من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ ده اتجاه. طيب هل السهم ده ماشي يمين ولا شمال؟ ده اتجاه تاني. البعد التالت بقى هو، هل السهم ده ماشي لقدام ولا لورا، ولا من ورا لقدام؟ ده البعد التالت. يبقى هذا السهم وهذا الفيكتور له
ثلاث ابعاد، اللي هو قدام لورا، يمين وشمال، وفوق وتحت. انا عايز دلوقتي اعرف وضع الليفت فينتركل او وضع الليفت هارت كله بالنسبه للرايت هارت. وضع يا جماعه الليفت هارت بالنسبه للرايت هارت، ان الليفت هارت ناحيه الليفت بالنسبه للرايت. يعني لو عندنا هنا تقريبا الميد لاين، الهارت معظمه بيبقى ريترو استرنال، هيبقى عندنا ان الليفت هارت، الليفت فينتركل والليفت اتريوم ناحيه الشمال بالنسبه للرايت هارت، وفي نفس الوقت الليفت هارت تحت الرايت هارت يعني داونورد، وفي نفس الوقت الليفت هارت ورا الرايت هارت. اذا دلوقتي عندي ثلاث ابعاد اللي هما ايه؟ الريليشن بتوين ليفت هارت اند رايت هارت. سو ذا ليفت هارت از داون باك اند تو ذا ليفت اوف ذا رايت هارت. طب الكلام ده هيفيدني في ايه؟ الكلام ده مهم جدا يا جماعة، الكلام ده مهم جدا، هيفيدني ان هو هيعرفني محصلة الكهرباء اللي ماشية في الفنتريكلر فري وول ماشية منين لمنين، وده اللي هتأثر معايا في معرفة كل اشكال الويفز وكل اشكال وكل ليد بيقرالي ويف شكلها ايه، زي ما هناخد بعدين. هنشوف المحصلة بتاع الكهرباء، مجموع الكهرباء، الجنرال دايركشن بتاع الالكتريكال امبلس ماشية في الفنتريكلر فري وول منين لمنين. زي ما اتفقنا وعرفنا وضع الليفت هارت بالنسبة للرايت هارت، معلش يا جماعة هو الجزء ده أصعب جزء في دروس الاي سي جي، لو انت فهمته انت ممكن تعديه، بس لو انت فهمته هتبقى أستاذ الاي سي جي وهتفهم الدروس دي الدروس اللي جاية بعمق جدا وعمرك ما تنساه. فمعلش استحملوني في الدروس دي بالذات بتاع الالكتريكال بيزس، دي أصعب الدروس في الفهم شوية. فاحنا دلوقتي هنرسم الهارت كله قدامنا اهو، ودي الجريد فيزل اللي طالعه منه. هنتفق ان الجنرال دايركشن بتاعه الالكتريستي اللي ماشيه في الفنتريكلر فري وول هتبقى في هذا الاتجاه، زي ما انا راسم السهم ده كانه داخل في الهارت وطالع من الناحيه التانية. يبقى الجنرال دايركشن ده هيتم منين لمنين؟ اولا هيتم من الرايت للليفت، وزي ما احنا اتفقنا وضع الليفت، اذا هنتكلم نقول ايه؟ ان الدايركشن هيبقى ماشي دايركتد داونورد باكورد اند تو ذا ليفت. والاتجاهات التلاته دي جت منين؟ جت ان الليفت هارت اصلا موجود داون باك اند تو ذا ليفت اوف ذا رايت هارت. طب حد هيسالني سؤال يقول لي طب ليه الكهرباء مشيت من الرايت للليفت؟ ليه ما مشيتش من الليفت للرايت؟ نرجع تاني لقانون الغابه اللي الهارت ماشي عليه. الليفت هارت يا جماعة السمك بتاعه والماسل بالك بتاعه بيبقى اكبر من الرايت هارت، يعني الكهرباء بتاعته اكبر، فالجهاز طبعا هيمشي مع الاكبر على حسب القانون اللي اتفقنا عليه، فهيمشي من الرايت للليفت. احنا كده خدنا يا جماعة تلات ابعاد، بعد من فوق لتحت وبعد يمين وشمال وبعد قدام وورا، ولكن الجهاز لما بيجي يقرا الكهرباء بيقراها على تو كومبوننت، كومبوننت في الكورونال بلين وكومبوننت في الهوريزونتال بلين. تعالوا ناخد يعني ايه كورونال بلين. كورونال بلين ده جاي من كلمة كورونال سوتشر. لو نفتكر ايام الاناتومي، لو خدنا هيد كده وده النوز، رسمنا هنا اير، ناخدها في المواجهة كده، ده هيد برضو ودي الايس. اذا الكورونال سوتشر عندنا بيبقى هنا ماشي كده، ومن قدام بيبقى ماشي كده كده كده، يبقى كان خدت قطعيه في الحته دي وقطعيه في نفس هنا، فكان الكورونال بلين ده زي الكورونال سيكشن، نشر الجسم ده نصين بس في الكورونال بلين اللي هو الفرونتال بلين برضو اسمه كده برضو. فهو هيشوف لي انهي بعد، هو هيشوف البعد اللي ماشي من فوق لتحت والبعد اللي ماشي يمين وشمال، عمره ما هيشوف البعد طبعا اللي ماشي قدام وورا. لذلك الكومبوننت بتاع الفنتريكلر فري وول بتاعه هيبقى ماشي كده، هيبقى ماشي ايه؟ هيبقى ماشي داونورد اند تو ذا ليفت. وعلى فكره الكورونال بلين بيتمثل في الاي سي جي باللمب ليدز اللي هناخدها بعدين. خلونا بقى نتكلم على الهوريزونتال بلين.
هوريزونتال بلين. الهوريزونتال بلين يعني ايه؟ هنرسم برضو واحد كده، ده جسم اهو قدامنا يا جماعة. لما نيجي نعمل سيكشن، هناخد سيكشن ازاي؟ هناخد سيكشن كده كده كده. فانا لو بصيت من فوق كده هشوف ايه؟ هشوف مقطع كده، بحيث ان هتكون دي الفرتبري، يعني ده البوستيريور ودي الاسترنم، ده بوستيريور وده انتيريور، تمام. وهنا لانجز، تو لانجز، وفي هنا الهارت متقسم لتو اتريا وتو فنتريكلز، تمام. يبقى عندنا ده هو هورزونتال سيكشن. هورزونتال بلين يعني ايه؟ يعني هيشوف لي الكهرباء اللي ماشيه منين لمنين، هشوف لي الكهرباء اللي ماشيه قدام ولا ورا، وفي نفس الوقت هشوفها يمين ولا شمال. اذا هنتكلم، لو اتكلمنا على الفنتريكلر فري وول، اذا بالنسبه للاناتوم اللي احنا خدناه، اذا الكهرباء هتكون ماشيه منين لمنين؟ الكهرباء هتبقى ماشيه من اليمين للشمال، وهتبقى ماشيه باكورد، يبقى الاتجاه هيبقى كده، يبقى كده الاتجاه باكورد اند تو ذا ليفت، باكورد اند تو ذا ليفت، وده في الهورزونتال بلين. والهورزونتال بلين بيتقاس في الاي سي جي عن طريق يا جماعه التشست ليدز اللي هندرسها بعدين. لو جينا بقى نتكلم على الكهرباء بتاعت السبتم، خلينا نرسم الهارت كده الاول. عندنا هنا ده الليفت فينتركل، ده الليفت فينتركل، وده الرايت فينتركل، وده السبت. عندنا طبعا يا جماعه باين قدامنا ان الليفت فينتركل الثيكنس بتاع الماسل بتاعته بتبقى اكبر تقريبا 3 مرات من الرايت فينتركل. هنشوف بقى السبتم بيحصل له ديبولاريزيشن ازاي. من المعروف ان الكوندكشن سيستم بيبقى عندنا، هناخده برضو دلوقتي، في ليفت باندل وفي رايت باند، ولكن بيعتبروا ان السبتم ده عشان الرايت فينتركل المصل بالك بتاعته كبيره، يعني تلتين السبتم بيبقى من الرايت فينتركل. فعشان تلتين السبتم من الرايت فينتركل هنلاقي ان التفرعات اللي طالعه من الليفت باندل بتبقى طويله زي ما احنا شايفين كده، والتفرعات اللي طالعه من الرايت باندل صغيره جدا، حتت صغيره جدا، لان الرايت فينتركل بياخد من السبتم جزء صغير. عشان كده الكهربا بتمشي من ناحيه الاندوكارديوم لبره، عشان كده ان الكهربا في السبتم بتمشي من الرايت للليفت، يعني ماشيه من الرايت للليفت. ولكن لو جينا نتكلم على التو بلينز هنقول ايه؟ التو بلينز في الكرونال بلين او بيسموه برضو الفرونتال بلين، الكهرباء هتمشي منين لمنين؟ الكهرباء هتمشي فوق ولا تحت؟ عشان احنا في كرونال بلين، يبقى اكيد الكهرباء هتمشي لفوق، لان هتمشي من الليفت فينتركل للرايت فينتركل، والليفت فينتركل ده تحت، يبقى الكهرباء هتمشي لي كده. يبقى انا دلوقتي في الاصفر ده اسمه كرونال بلين، هتمشي من تحت لفوق وناحيه اليمين، يعني ايه؟ فورورد اند تو ذا رايت. اما لو اتكلمت على هوريزونتال بلين، اذا الكهرباء هتمشي لقدام وهتمشي ناحيه اليمين. ازاي؟ نرسمها بلون تاني، تمشي لقدام وناحيه اليمين، يعني كده. يبقى في الكورونال بلين الكهرباء ماشيه upward and to the right، وفي الهوريزونتال بلين بتبقى ماشيه forward and to the right، يعني الكهرباء النهائيه بتاعت السبتم بتبقى ماشيه من اليمين والشمال وطالعه upward وماشيه لقدام.
تمام. يلا بقى يا جماعة نشوف الـ Conductive System of the Heart. زي ما اتفقنا قانون البقاء للأقوى والـ ST Node هي الـ Pacemaker. ST Node دي موجودة فين؟ ST Node موجودة يا جماعة في الـ Right Atrium، يعني بالتحديد موجودة في الـ Right Atrium في الـ Anterior Wall of the Right Atrium near the opening of the Superior Vena Cava. ومكانها ده مهم جدا، حتى الجراحين بتوع القلب لما بيجي يعمل اي جراحه في القلب بيبعد عن المكان ده خالص عشان ما يعملش انجر للاس اي نود. فالاس اي نود هي البيس ميكر، هي اللي بتعمل لي انيشيشن للكاردياك امبلس. الكاردياك امبلس بتنتشر ثرو بوس اتريا، لان البوس اتريا يعتبروا وان سينسيتيوم والبوس فينتريكل بيعتبروا وان سينسيتيوم، اذا القلب تو سينسيتيوم. احنا اتكلمنا ان اناتوميكالي الهارت رايت هارت وليفت هارت، اما الكتريكالي الهارت بيتقسم لتو سنسيتي اتريا وفنتركل، وهما الاثنين معزولين عن بعض خالص بفايبر سرينج، والاونلي كونكشن الكتريكال كونكشن بتوين اتريا اند فنتركل از ذا اي في نود اند اي في باندل. فالكهرباء بتطلع من الاس اي نود بتنتشر خلال التو اتريا وبعدين بتوصل للاي في نود، بيحصل لها electrical delay، وده لأسباب كتير، منها إن الـ AV node دي labyrinthine structure زي المتاهة كده، الـ impulse بتدخل فيها تقعد تلف فيها كتير فتاخد وقت، بالإضافة إلى إن الـ conduction بتاعها بيتم عن طريق الكالسيوم channels اللي هي عبارة عن slow conduction بالنسبة للـ sodium channels اللي بتوصل في كل الـ conductive system والخلايا. وكانوا زمان فاكرين إن الـ conduction through the atria ده بيتنقل عن طريق المايوكارديال سيلز نفسها، ولكن اتضح مؤخرا ان في حديثا ان في كوندكتيف سيستم في الاتريا كمان وليه مسميات، بس احنا مش هنتطرق ليه دلوقتي. الاشاره وصلت للاي في نود، بعد كده بتعدي اللي عندي ده اسمها الباندل اوف هيس. بعد كده الباندل اوف هيس بتتقسم لاتنين باند، رايت باندل وليفت باندل. الليفت باندل زمان برضو كانوا فاكرينها ان هي باندل واحده، اتضح ان هي بتتقسم لاتنين، لانتيريور فاسيكل او سوبيريور فاسيكل هي نفس المسمى، وعندنا بوستيريور فاسيكل او انفيريور فاسيكل، يبقى عندنا اتنين فاسيكل. اما الرايت هي واحده بس، وبعدين الرايت باندل والليفت باندل بالبرانشات بتاعتها بتتقسم الى بيركينج فايبرز اللي هي بتغذي لي كل الفري وول بتاع الفنتركل. لازم ناخد بالنا يا جماعه زي ما قلنا ان الاونلي كونكشن بتوين الاتري اند فينتركل هي الاي في نود. المعلومات دي هتفيدنا جدا في موضوع الاريزميا. الاي في نود هي الاونلي كونكشن، لذلك لو اتقطعت هيحصل لي حاجه اسمها اتريو فينتريكولار ديسوسيشن، ما عادش هيبقى فيه اتصال كهربي خالص. في معلومه تانية وان بي لازم نقولها، ان البوستيريور فاسيكل بتاعه الليفت باندل برانش بتبقى سيك اكتر من الانتيريو فاسيكل، بالاضافه ان ليها دبل بلاد سبلاي، لذلك من الصعب ان هي تتقطع، والانتيريو فاسيكل هي اللي بتتقطع، والكلام ده هناخده بالتفصيل في موضوع الاريزمي. دلوقتي هنيجي بقى يا جماعه نتكلم على ايه؟ هنتكلم على معنى كلمه ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن اللي هتقربنا شويه من رسم القلب. معلش الكلام ده رخم شويه. فهنتكلم عن حته ايه اللي خلى اصلا في الكتريستي طالعه من القلب، ان في عندنا الكارديومايوسايت دي الخليه بتاع القلب، فيها ايونيك ديستريبيوشن جوه الخليه وبره الخليه، في كاتاينز وفي انايونز جوه وبره. طب هنعرف ايه الكاتاينز اللي جوه وايه الكاتاينز اللي بره؟ الكاتاينز والانايونز اللي بره، جوه الخليه دايما بيبقى موجود البوتاسيوم، موجود ال HCO3، وموجود عندنا البروتين. فالبروتين الشحنه بتاعته نيجاتيف وال HCO3 نيجاتيف، والبوتاسيوم بيبقى الشحنه بتاعته بوزيتيف. بره بيبقى عندنا مينلي بيبقى فيه الصوديوم بوزيتيف، وعندنا الكالسيوم بوزيتيف، يعني الصوديوم والكالسيوم هما الاثنين كاتاينز اكسترا سيلر، وفي انايون معاهم اكسترا سيلر هو الكلورايد. اما الانترا سيلر بيبقى عندي
البوتاسيوم اللي هو كاتاين، وفي اناين اتش سي او 3، والبروتين نيجاتيف. طيب ناخد بقى يعني ايه كلمه، دايما كلمه كنا بناخدها زمان في الفسيولوجي، يعني ايه بوتنشال. البوتنشال ده فرق الجهد. في عندنا حاجه اسمها ريستنج ميمبرين بوتنشال، يعني فرق الجهد الكهربي ما بين الجنبين بتوع الممبرين. يعني لو عندي ده الممبرين بتاع الكاردياك سيل، فرق الجهد الكهربي ما بين بره وجوه ده اسمه بوتنشال. لو انا قست هذا الفرق ديورنج ريست هيسموه ريستنج ممبرين بوتنشال. والريستنج ممبرين بوتنشال يا جماعه بنقول عليه ماينس 90. 90 دي يعني معناها فرق الجهد ما بين جوه وبره، اما ماينس بتدل على ان الشحنه اللي جوه هي الماينس، يعني جوه الخليه بيبقى فيه ماينس وبره الخليه بيبقى فيه بوزيتيف. ولو شفنا ده هيبان طبعا من توزيع الايونز ان بره معظمه بوزيتيف واللي جوه معظمه نيجاتيف. ده الريستنج ميمبرين بوتنشال. اما كلمه اكشن بوتنشال، ان انا بقيس البوتنشال ديفرنس بتوين التو سايدز اوف ذا ميمبرين ديورنج اكشن. طيب الممبرين يا جماعه في الريستنج ستيت زي ما اتفقنا ده بوزيتيف وده نيجاتيف، ده بنسميه ان بولارايزد ستيت، دي بنسميها بولارايزد ستيت، يعني حاله استقطاب. ايه اللي بيحصل بقى في الاكشن بوتنشال؟ اول حاجه بتحصل فيه اللي هي الرابيد او ستروك فيز. انا مش هخوض في الحاجات دي جامد، ممكن نشرحها بالتفصيل بس مش هتفيدنا كتير وهتلخبطنا زياده، فاحنا هناخد عنها هنت بس بسيط كده عشان نفهم بيه حاجات تانية قدام ان شاء الله. في بدايته بيحصل لي حاجه اسمها، انا عايز بس افهم كلمه ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. ديبولاريزيشن اسمها دي بولاريزيشن، الحاله دي اسمها بولاريزيشن. الدي بولاريزيشن يعني فقدان الاستقطاب. ده بيحصل يعني ايه فقدان الاستقطاب؟ ان الخليه هيبتدي الصوديوم اللي بره اللي هو بوزيتيف يدخل جوه الخليه، فطبعا هيقل الفرق بين بره وجوه لحد ما يبقى الخليه جوه زي بره، وما عادش يبقى فيه فرق، ما عادش يبقى فيه بوزيتيف وفي نيجاتيف، جوه هيبقى زي بره، فهيبقى فقدان للاستقطاب تماما، فيسموه دي بولاريزيشن. دي بولاريزيشن، يبقى كلمة ديبولاريزيشن فقدان الاستقطاب. أمال بقى كلمة ري بولاريزيشن؟ ري بولاريزيشن معناها إعادة الاستقطاب. إزاي؟ عايز أخلي الشحنة اللي بره اللي جوه هي ماينس، اللي جوه واللي بره بوزيتيف زي البولاريزد ستيت. هعمل إيه؟ هطلع حاجة بوزيتيف، إيه اللي بيطلع؟ البوتاسيوم. فدي اسمها ري بولاريزيشن. الممبرين بعد كده بيرجع لحالته، بس دلوقتي البوتاسيوم بقى بره والصوديوم بقى جوه، بيدخل ازاي؟ نفس الكلام بتاع الفسيولوجي، هيحصل لي حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، وده اكتيف بروسيس عشان تطلع لي الصوديوم وتدخل البوتاسيوم. هنستفيد من الكلام ده ايه؟ هنطلع من الكلام ده ان هنعرف ان كل ما كانت الصوديوم تشانلز اكتيفيتد كل ما كانت سرعه التوصيل هتبقى كبيره، وكل ما كانت الصوديوم تشانلز بارشال اكتيفيتد سرعه التوصيل هتقل. في معلومه تانية لازم نعرفها، هنعرف ان الكالسيوم تشانلز دي اللي بيحصل لها دي الاس نود والاي في نود بيعتمدوا في الديبولاريزيشن بتاعهم على كالسيوم تشانل، ودي سلو بالنسبه للصوديوم تشانل، اما الهارت مصر كلها بتعتمد على صوديوم تشانل، ودي احد اسباب ان الاي في نود ليه التوصيل فيها قليل. هنيجي بقى نتكلم يا جماعة عن فكرة مبسطة للجهاز. هو عبارة عن وحدة جالفانوميتر ولكنها معدلة. يعني ايه؟ يعني عندي جالفانوميتر ده، يعني ايه جالفانوميتر ده؟ جهاز فيه مؤشر بيشوف الاتجاه الكهرباء، بيشوف فرق الجهد ما بين نقطتين عن طريق الكترودز، يعني قطع معدنية فيها واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف. لما الكهرباء بتعدي في اتجاه معين مثلا زي ده، المؤشر ده بيتحرك في اتجاه معين، ولو الكهرباء اتحركت في عكس الاتجاه المؤشر بيتحرك في عكس الاتجاه.
فجت من هنا فكرة الجهاز، إن عرفنا إن القلب بيطلع كهرباء، والكهرباء دي دايناميك بتتغير مع الوقت في حجمها وشكلها والدايركشن بتاعها. إذا لو وصلنا جهاز جالفانوميتر هنا اللي هو جهاز رسم القلب، الجهاز ده بيركبوا عليه إبرة، هذه الإبرة لو حطينا هنا ورقة ثابتة، والإبرة دي حطينا عليها سن حبر أو قلم رصاص، في طبعا وصلنا هذه الإبرة أهي بتشيستو والهارت، هتطلع لي كهرباء. الكهرباء دي هتكون إن الإبرة هتتحرك لفوق ولتحت أهي كده، الإبرة بتتحرك لفوق وكده الإبرة بتتحرك لتحت، والورقة برضو ما بتتحركش. إذا هيطلع لي في الآخر خطوط طالعة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة وخلاص. طيب قالوا إن إحنا نحرك هذه الورقة، لما نحرك الورقة هيطلع لي ويفز، الإبرة واقفة في مكانها بتطلع فوق وتحت، ولكن الورقة بتتحرك بسرعة ثابتة فيطلع لي ويفز. فلما الورقة هتبتدي تتحرك هيطلع لي ويفز زي دي مثلا. ودي فكرة مبسطة للجهاز. ومن هنا جت ان الالكتريستي ابتديت ان انا اشوفها واصورها كأني بصورها واطلعها على هيئة ويفز واشوف النورمال والابنورمال. الرسم اللي قدامنا دي يا جماعة جميلة جدا، بتورينا منظر بدائي لجهاز رسم قلب. اللي قدامنا ده على الشمال فوق ده عبارة عن وحدة الجلفانوميتر فيها بوزيتيف الكترود ونيجاتيف الكترود ومتوصلة بتيار كهربي، وهنا عبارة عن مجموعة بقى معدلة، وهنا متوصلة بإبرة، والإبرة دي محطوط فيها في الآخر قلم، الإبرة دي شغالة بتيجي يمين وشمال يمين وشمال، وفي مجموعة من البكرات لف عليها ورق، الورق ده بيتحرك بسرعة ثابتة والإبرة شغالة يمين وشمال. فزي ما احنا شايفين في قلب الرسمة طالع لنا ويفز زي اللي احنا هنشوفها في الاي سي جي بالظبط. رسمة جميلة جدا ومعبرة عن كل الكلام اللي احنا قلناه. نيجي بقى يا جماعة يمكن لأهم جزء في الإلكتريكال بيزس وظهرت كله اللي احنا قلناه، امتى يطلع لي بوستف ديفليكشن وامتى يطلع نيجاتيف ديفليكشن. انا دلوقتي لو اتكلمت على الدي بولاريزيشن ويفز، لو كانت الدي بولاريزيشن ويف، لو انا عندي الكترود، لو كانت اتجاه عندي الكترود، اتجاه الدي بولاريزيشن ويف ده كان ناحيه البوزيتيف الكترود، اذا الجهاز بيطلع لي بوست ديفليكشن. طيب لو كانت الديبولاريزيشن ويف اواي فروم ذا بوزيتيف الكترود، يعني من البوزيتيف للنيجاتيف، الجهاز بيطلع لي نيجاتيف ديفليكشن. طب افرض ان اتجاه الكهرباء جاي بزاويه مع اتجاه الليد، يعني عندي هنا نيجاتيف وعندي هنا بوزيتيف واتجاه الكهرباء جاي بزاوية كده، يعني مش موازي لاتجاه البوزيتيف الكترود، هيطلع لي ويف بنسميها باي فيزيك ويف، يعني عبارة عن بوست ديفليكشن ونيجاتيف ديفليكشن. ولو كانت اتجاه الكهرباء عمود يا جماعة بالظبط كده على اتجاه الالكترود، يعني هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف، لو كان عمودي بالظبط في الجزء اللي فوق ده، الكهرباء قاعده بتقرب 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 من البوست، بتعمل لي بوست ديفليكشن، وبعدين بتبعد 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 تعمل لي النيجاتيف ديفليكشن، يعني هتعمل لي باي فيزك برضو، ولكن في حاله البيربنديكولار بتبقى بنسميها اكوي فيزك، يعني البوست ديفليكشن قد النيجاتيف ديفليكشن بالظبط. ويمكن القواعد دي اهم من كل الكلام اللي فات، يعني الديبولاريزيشن ويف لو مشيت في اتجاه البوزيتيف الكترود تديني بوزيتيف ديفليكشن، ولو مشيت عكس النيجاتيف البوزيتيف الكترود تديني نيجاتيف ديفليكشن، ولو مشيت عموديه تديني ايكوي فيزيك، ولو مشيت بزاويه تديني باي فيزيك.
لو كانت بتقرب اكتر ما بتبعد بتخلي البوزيتيف ديفليكشن اللي في الاول ده كبير عن النيجاتيف، ولو كانت بتبعد اكتر ما تقرب بتخلي النيجاتيف ديفليكشن ده هو اللي كبير. امال بقى لو احنا اتكلمنا على، احنا اتكلمنا دلوقتي على الديبولاريزيشن، لو اتكلمنا على الريبولاريزيشن، الريبولاريزيشن يا جماعة عكس الديبولاريزيشن. يعني لو الريبولاريزيشن ويف كانت في اتجاه البوزيتيف الكترود هيديني نيجاتيف ديفليكشن، ولو كانت الديبولاريزيشن ويف اواي فروم ذا بوزيتيف الكترود بيدي بوزيتيف ديفليكشن، يعني عكس الديبولاريزيشن. ولكن زي ما اتفقنا في رسمة القلب ان دي البي ويف ودي الكيو ار اس، وبعدين بيجي لنا تي ويف. طيب انا لسه قايل لكم ان الديبولاريزيشن ويف لو مشيت في اتجاه البوست اوف الكترود هتديني بوست اوف ديفليكشن زي الكيو ار اس، دي بوست اوف ديفليكشن بتمثل الديبولاريزيشن ويف. والريبولاريزيشن ويف لو مشيت في اتجاه البوست اوف الكترود عشان عكسها بتديني نيجاتيف ديفليكشن. طب ازاي ان الكيو ار اس بوستيف والتي ويف بوستيف؟ ليه بقى؟ لان الهارت ماسل بتختلف عن السكيليتال ماسل. السكيليتال ماسل بيحصل فيها ايه؟ لو هنا بوستيف زي ما اتفقنا خارج الخليه وهنا نيجاتيف بيحصل لي ديبولاريزيشن، والخليه بتبقى بدايتها البوستيف بيدخل جوه، يعني ده بوستيف وبعدين يبقى نيجاتيف، وده لسه ما حصلوش. يعني الاتجاه الدوبولاريزيشن ماشي كده. بعد ما بيخلص الدوبولاريزيشن خالص، الريبولاريزيشن بيبدا من اول نقطه، يعني من النقطه دي. في الهارت بقى العكس، في الهارت اخر نقطه، يعني لو حصل دوبولاريزيشن كده كده كلها بقت ديبولاريزد، اخر نقطه حصل لها ديبولاريزيشن هي اول نقطه هيحصل لها ريبولاريزيشن. ليه بقى؟ طبعا زي ما اتفقنا ان لو ده الول بتاع الهارت وده الاندو، ده اندو كاردي وده بيري كاردي، ده بيري كاردي يا جماعه. اذا اتجاه الديبولاريزيشن هيبقى كده. المفروض بقى في السكريتال ماسل يحصل ريبولاريزيشن برضو من نفس النقطة دي كده، ولكن في الهارت بيحصل بالعكس، ريبولاريزيشن بقت كده. ليه بقى؟ الاكزاكت كوز مش معروف، ولكن بيقولوا ان الجزء ده اولا بيبقى بعيد عن البلاد سبلاي، البلاد سبلاي بيجي من بره، يعني بيمشي عكس اتجاه الكهرباء، يعني البلاد سبلاي بيجي لنا كده من الكوروناري ارتريز وماشي كده، اللي هو الصاب اندوكارديال لايرز بتبقى ابعد مكان عن الكوروناري ارتريز، ده رقم واحد. تاني حاجة ان هي بتتعرض لهاي بريجر عن طريق الفنتريكلر بريجر اللي جوه ده، لذلك ان الحتة دي بتبقى ريلاتيفلي اسكيميك بالنسبة لبقية الول، فبيقولوا ان هي نون هيلسي تو ستارت ريبولاريزيشن، لذلك ان الريبولاريزيشن بيبدأ من ناحية البيري كارديوم توردز ذا اندو كارديوم. علشان كده يا جماعة لو برضو رسمنا ان ده الميوكارديوم وده الاندو وده البريكارديوم، طبعا زي ما قلنا هنا هيبقى اتجاه الدوبولاريزيشن ويف وهنا اتجاه الريبولاريزيشن ويف عكس اتجاه الدوبولاريزيشن ويف. عشان كده لو انا قلت ان هحط هنا بوزيتيف ليد، الليد ده الكهرباء بتاعه الدوبولاريزيشن راح ناحيته فهيعمل لي بوزيتيف ديفليكشن. طب الكهرباء دي الليد ده لما يجي يسجلها برضو الكهرباء دي ريبولاريزيشن هتبعد عنه، والريبولاريزيشن لما بيبعد عن البوزيتيف بيعمل لي بوزيتيف ديفليكشن، برضو هيرسم لي بوزيتيف ديفليكشن. في رسم القلب بقى الحقيقي الديبولاريزيشن بتاع الفنتركل بيترسم على هيئه كيو ار اس مثلا زي دي، والريبولاريزيشن على هيئه تي ويف، والريبولاريزيشن على هيئه تي ويف.
عشان كده يا جماعة ده السبب ان حركة الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن بيبقوا عكس بعض في الاتجاه. عشان كده طلع لنا ان الكيو ار اس بتبقى بوزيتيف والتي بتبقى بوزيتيف، وفي حالات برضو هنلاقي كيو ار اس لو نيجاتيف بتلاقي التي نيجاتيف معاه. يعني الكيو ار اس زي الدايركشن بتاعه بيبقى زي الدايركشن بتاع التي، بالرغم ان هما ده ديبولاريزيشن وده ريبولاريزيشن، وده الاختلاف الكبير ما بين الكاردياك ماسل والاسكيليتال ماسل. بكده يا جماعة يبقى جينا وصلنا لنهاية الدرس الأول من سلسلة اي سي جي فروم اي تو زد. معلش هي بداية المشوار لازم تكون صعبة كده، هو وبعدين المقدمة دي من أصعب حاجات في رسم القلب. يمكن الدروس اللي جاية بعد كده أهم منها 1000 مرة، بس سهلة جدا جدا جدا. وأوعدك برضو في النهاية، ومش هخلف وعد إن شاء الله، إن أنت هتيجي في نهاية هذه الفيديوهات وتقول اي سي جي is very 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 easy. Thank you.